اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا ويسر امورنا وتمم نياتنا واقض حاجاتنا واشف مرضاتنا لا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. رضينا بالله ربا ونجينا من الظلمات الى النور وجنبنا الفقراء شفاء الله الهام امامك. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. واخذ من خذ دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر امة محمد. اللهم افتح امة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا نبينا وشفيعنا محمد محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم كل حي يا رب العالمين. اللهم اجعل سيدنا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة سيدنا وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد ஒன்று